النهاردة يوم الجمعة قررت أنا وأخويا نروح حمام بلدي، وكان أول مرة يروح للحمام. الحمام البلدي يا جماعة مختلف كليا وجزئيا عن أي حمام آخر. أول حاجة بيبقى فيه 3 قاعات، كل قاعة سخنة ولكن درجة حرارتها أقل من اللي قبليها، ولو وانت أسد تقعد في القاعة الأخيرة. صراحة احنا جلسنا فيها أنا وأخويا ولكن شو غير شوية، وبعد كده طلعنا للقاعة الوسطانية وبدأنا عملية بقى الايه التكسيل او الغسيل زي ما انتوا بتقولوه، معرفش انا بقوله صح ولا غلط، قولولي في التعليقات. المهم هما بيقولوا على الراجل اللي بيعمل الكسال، بعد ما الراجل بيجيلك ويبتدي الغسيل بعد كده بتدوش. ولكن يا جماعة حمام بجد البخار اللي فيه مع الصابون البلدي، الصابون البلدي فيه مواد معمول طبعا من زيت الزيتون وبعض المواد اللي بتخلي اي حاجة اي جلد ميت عندك يطلع وبسهولة جدا. وبعد ما خلصنا تعالوا نشوف النتيجة. وده بقى بعد ما خلصنا الحمام المغربي، وطبعا حاج ابراهيم كانت اول مرة يجرب فيها حمام مغربي بلدي، مش حمام مغربي عادي، حمام مغربي بلدي. ونشوف ايه رايك في الحمام المغربي يا عم ابراهيم. صراحه انا ما زلت دايخ من السخونه والحلاوه دي للحمام المغربي، ولكن ده واعر بزاف حقيقي، يعني حاجه تتقال. انا اول مره اجربه ولكن ما كنتش متخيل ان انا قدرت لنفسي يعني حمام بلدي في الدار قبل كده، ولكن في الحمام البلدي هنا شيء اخر يعني. وبصحتك وراحتك سي احمد اللبان، ومتهيالي باين عليه، باين عليك الحمام. انا خلاص كل حاجه باينه عليا. باين علينا الحمام، قولوا لنا في التعليقات. بس الحمام المغربي تجربه وحاجه خيال، اللي ما جربوش مش هنقول فايته نص عمره، ده فايته عمره كامل. صحتكم وبراحتكم. دابا مزيان. وبعد الحمام حلو. ها حلو. والعصير بعد الحمام ماكيته ايوه لازم بعد الحمام. بعد الحمام تشرب احلى عصير، فاحلى قهوه في مكناس، واحلى سرباي، واحلى سرباي، واحلى ناس والله. هو الراجل العسل بيصور، واحلى ناس في المغرب كامل، واحلى حبايبنا من مصر. الله يبارك فيك. شكرا شكرا، بارك الله فيك. اللي بنحب شكرا شكرا والله العظيم. وللعلم انا سامع ناس بتقول لا في حمامات كتير مغربية فخمة وملكية. انا عارف ان في حمامات كتير، ولكن ده حمام اولاد الشعب زي ما بيقولوا، وان شاء الله نعمل لكم تجربة في حمام فخم وزوين بالزاف، واللي موجود في جميع مناطق المملكة المغربية. ولكن الحمام الشعبي حاجة والحمام الملكي شيء اخر. في النهاية أنت في المملكة المغربية الشريفة.